السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيقاع كردين يعني لنا نرحب بكم إن شاء الله أنتم كويسين. واليوم تاريخ يوم الخميس 25/3/2021 حلقة رقم 17، وما شاء الله يعني موضوع مهم وحيوي قرب طرحه بدربي، هو قضية هجرة غير شرعية ويخوضها الشباب ومخاطر وراه وأسباب ومسبباته. يعني حقيقة هجرة في العنوان شرعية غير شرعية، موضوع هجرة كده بربروكي قدري كينونا، وبعدين شباب كي برضو نحن ندخل حتة بتاع جاعرة، لأنه شباب كي بناء عمره 18 ده وقنجي يا قصر بو من عيه كي دي ما فترة آخرية عمر كدوية جي كيارة أوروبا دورو و المهم كلا بيسينو الكلا هتاكي. وكسر إيرا معاكم عبد الكريم جمع حماد من بريطانيا. أي ما راح يتكي أو كسر إيرا معاكم عبد الكريم جمع حماد من بريطانيا لحلقة 17. صحيح معاناة شباب كي قوارب كوريا، قوارب المطاطين كوريا ودول كودولي ليبيا تونس مصر مغرب كي دول او كده ركب در حاجر نيد. وبالإضافة زمان هجرات كوم في بداية التسعينات لغاية الفينات كي هجرة كان منظم وشبابي كان سكو ليبيا دي أم جمان عائرة كدولي يعني وهو شباب كي سكو يعني معظمهم كان لقوا فرص وهو كبدر وعك انبياء كرا عكي نسي عكي كدولي يعني ودول أوروبية قوي وعوي دو بردا عاني جنا ومعيشة كسا لغنا دي أمور جي يعني، لكن قدروا يتكيفوا ونوضوا دي أمور محاسنة كده مساوية كده. إن شاء الله واحد يجي يناقش من خلال الحلقات القادمة وكده. أما الهجرة الفترة الأخيرة دي يعني إما والله ما تتخيل في أوروبا ده أي مدينة، على سبيل المثال في بريطانيا جنيرة جاء 50-60-70 جنيه جنوب معظمهم بالبوري، معظمهم بالبوري أعمارهم بين 13 ولغاية 16-17 سوكو وكي او اكي يعني كربة يجري وإجراءات كانت أمور تغيير جي أديري، لكن مطلوب مننا الكثير. وإمارة جاءوا ليبيا جيرا كليتونو و يا عام ليبيا جيري برضو حتى اتفاقيات وحياتكم ليبيا جاري برضو حاجة مهمة جدا، الناس مفروض يتعبوا لأنه جاء أموركم درات تابعة جي يعني نتيجة لأطراف بتاع حروبات المختلفة ومتنازين دي أو أسباب تانية وكده. يعني إحنا لو ما عملنا يعني نقطة إدارة معلومات كيسو كوية جماعية برجة معلومات كيسو جماعية منظمات دولية بدا وإدارات دول مختلفة كيرا نوادة باريجي سعادية دا جاء قصر كيرا اكنا أهلو كيرا اكنا تاريجا نوادة برا ديرا روغراني. وأنا أفتكر إنه كردو وضع خطير دو تالي يعني. على العموم نواصل وبارك الله فيكم على الإطالة وموضوع شيق، ونتمنى إنه يعني أوغي سوكو كيسا يغنرا، ونتمنى إنه برضو دور ومكي هجرة إيدو ومختلف كي جيناكي أوليكي عشان نشوف المعاناة بتاعهم شنو والحلول الممكن الناس يتفاكر عليه شنو. وبارك الله فيكم، معكم عبد الكريم جمع حمان من بريطانيا، شكرا. طيب إما أسباب كي سوكو أو أركيدو أن أسباب معلومة يعني ووكي دارين حياة فرص حياة كيكي ركين يعني إمبرو تعلمدو مستقبل بريرو وغياب حتى أو أنا مثالي كنا أو في العنقين ناجيه كنا أوتون وانا أو إمبسيني غاجوغني وانا عشان
وضعه حياكي حسن سيلك لكاني نورا وتيجي شجعيني أنا نقول إعلام كده تكنولوجيا كده واتساب كده صور كده تيبا كده يعني المجتمع وأصدقاء وكده وضعه عمر معيشة عامة بصفة عامة جدي وأكنا كأنه صراحة جدي وهنا طعنا أغنى هنا وهو جيجي ذات مجتمع رؤوه وكوادر ومجيكا سواء كان قيادات ترى أدرى يا أوروبا تيجي ديا اسمه عنده يعني لأسباب مختلفة لكن في النهاية هجرة هنا جا وموضوعي موضوع طويل جدا جدا وزي أنا ما اطلعت على كل ال أو بريكي كلا سكو كيف غيره لكن موضوعي بياخد وقت طويل ونتمنى إنه يكون يعني أوجي بمشاركة بفعالية بشكل كويس و أوجي معاناة بتاع الأطفال ده ومعاناة كبيرة جدا ومطلوب مننا يعني في نهاية الختمة بتاع هذه الحلقة كي نطلع بتوصيات كويسة جدا وعشان نتبنى الحياة دي نجد حلول إن شاء الله. تذات معكم مع عبد الكريم جمعة. هجرة فترة تانية جي فترة أوجو جينا ديبيار كدوية وجو جينا إراق توعوة خليج توعوة وآسيا نركي جينا أفريقيا نركي جينا مصر نركي جينا يعني كيغا وشباب بي إراق توعوة غراسير عارو كان شباب بي ليبيا أو كا أو كورا جينا خليج توعوة أو شباب كناي وكيرا أسبابو كده وفرصو كده كي او اسر كده او جاسا اغنى امتدتين اغنى ليبيا نقرأ جيه كي اراغ نانا او امبيوغ سوالة وكوريغا جيه حرب الخليج تو نقرأ جيه كي برون ناي. طيب هجرة او اما حديثتو كاوسر اجيه كي هجرة او اما خطير تاغ دي يعني اوغ ده هنيرو حاجريني اوغ معظم دور قساليه الدول المستهدفة أوروبا وأستراليا وأمريكا وكندا كي هو ده سرار كي سعر كده وبما فيهم طبعا إسرائيل ناري تركيا ناري لبنان ناري وبرضو دول آسيا وخليج كي هو كل سعر لكن أفريقيا انتشار قاعد جه ده كيني يعني أسبابكو دانا هجراجي إيا دانا نوراسان دو اوغي دار كودويري جزيري ناركيغيني فاشر نراواني يا اسباب خلافات زواج يعني تنى وركي كي تامت كيغيني رو او مثلا جريمي قتل كي رو ونزاعات واسباب بيقيد يعني او اسباب التاني اسباب بتاع حياة افضل يعني اوغي جزيري اوه دانا تي جيريغي تاري رو وسلي رو جريشتو كيدي وكل أسباب جاية جي أسباب أو دنا دينية جاية خلوار وحيد تسلم كي جاية وأسباب جاية أو أسباب إدارية جاية خلافات إدارات أهلية بيناتو وزمن مستعمر وقطره وأسباب بجرا جاية وحاجرين كي يعني جي كي في السابق يعني وكل كل يقول دنا مثلا فرصة كتعليم بري كده رينا إنه أو جينا كات نار در بيغا أسر بسيط كنه معروف كنه تو مجمانا در بيغيري كي دقيسين و هجرة جيهجي هجرة تجاراكي يبونه كيالا برضو بوكو حرام بمي بور من نامن ناجيه سوكو عربية تجارة ديگنه ليبيا نار آوه و عربية صحراء جنوه و كوره كيرا برضو يعني موضوع مهم إضافية ناقشاري وهجرة جيجي هجرة كده داخل جدي يعني يا أو جزيرو كشاليت وكوريني ما أو يعني شباب كي خرطوم دكا كربرة انقطعوا من أهلهم وانبيوغوا سيالة تجراو كده واختفقنا كي سكوري. طيب كي على مستوى الهجرات كده وأسبابكو هجرة كي كردو أسباب أمويا يعني وكخلفية تاريخية بسيطة نجي هجرة زمان أسباب أو كده حاجرة نجي أو يا بربر يجرة شركة كيني ريتك هجرة جزء
إيه ما رأيك هي؟ بس نبذة بسيط كده عن الهجرة. الهجرة طبعا بالي بيجي كردو شي متعارف و ساقر تسيلة تالي. هجرة بتاع ناس كبار، هجرة بتاع أسر، هجرة جماعات، هجرة يعني أمويا يعني هجرة. وأكلكي مثلا معسكرات أو لجور جي ونزهر جي تشاتنا جي كيزات راقي مدى يعني كي جيغرا التبالة كوني كندا كده كوني سويت نار كده يعتبر هجرة جارة كده أورا أو أكلكنا كي مصر كراقي في النهاية أو ناقش منجرو يعتبر جزء من الهجرة. هجرة تانية هجرة أو جامع النايري وساكيرو معسكرات كل لا تعليم لا أي حاجة برضو يعني حركات كل بيكاي جني ترى مصير وقتين دولا يعني. وهجرة جيجي هجرة إماك يلا همتي وكغارنا كان يمن دسالجي بلي برضا جيان يعني. ومن ناقي دانو من أجل القروش وأسر وقريش كي كي نري جالة تبالة يمن نار كده يجي. وهجرة جيجي هجرة كيلا أو شبابكو إسرائيل دو آوجي يعني إن قطعت هيجي عادات هايلة جدا أي جوجي يعني تل أبيب جوجي بلي بري كبرا جي أي جي يعني. وقردو ظروف نور جي يعني بلتو أورا إقامرا كيلنوس تعانى سورنوس ولا تعانى زوجينوس أورودينوس صحيح إن بيجي أو جريش كوكولاني لكن كلا موضوع خطير جدا جدا يعني هو ناقش كنتي هذا جوسين نهتك